كبير موسي القفزة اللي عملتها البارح معنتها من الشهرة ومن تسويق اسمها ومن ذكرها كضحية أصلا معنتها راهو ما كانتش تحصل عليه لو تم احترام الإجراءات البارح. معنتها القرار الاحتفاظ بها هو كان له معنتها فائدة كبيرة جدا من الناحية السياسية لعبير موسي. معنتها امرأة معنتها تجبدت من تحت التراب لتصبح متصدرة المشهد اليوم سواء على التواصل الاجتماعي ولا في حتى في معناتها على المجال الإعلامي التونسي والدولي. وبالتالي أعتقد أن ما حصل البارحة كان خطأ سياسيا، هو خطأ إجرائي من الناحية القانونية لكنه خطأ سياسي زاد. عمل حاجة عليه في علاقة بالإجراءات.